باسم محامي شمال الأيوبية ومجلس نقابتها، نرحب بالنقيب العام والسادة أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين. بل أزيد على ذلك وأقول باسم محامين الأيوبية كاملين شمالا وجنوبا، لأن اسم المحامين شمال أو جنوب، لكن أنا طول عمري بقول إن جنوب هي شمال وشمال هي جنوب، فمحافظة الأيوبية لن تنقسم أبدا بين محامين. حتى لو نطير وتأخرنا مع المقيم دي متأخر وكلكم كنتم متضايقين، مش هنزيد عشان نسمع. احنا عملنا هذا المؤتمر بعد انعقاد الجمعية العمومية، ولا أخفى عليكم شيئا إنني من أشد المحامين انبساطا بقرارات الجمعية العمومية بزيادة المعاش، والزيادة الأخيرة بالمعنى المعاشات القديمة اللي هتزيد طبعا مع النقيب هتجيب المعاش القديم. ماشي، ما برضه يا استاذ مطلع عشان الناس تبقى ايه عارفه. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي النقيب العام وبمجلسه، وبنحظ بكل الاساتذه اللي شرفونا الكبار النهارده. والله العظيم انا عايز انادي عليك واحد واحد. ماشي، نرحب بكم، نرحب بالشباب اللي تعب مع مجلس النقابه في الفتره الماضيه للاعداد لهذا المؤتمر، واتمنى لكم التوفيق. والشيوخ يا استاذ عوني، لان انتوا بركتنا وانتوا اساتذتنا، واحنا دائما نتعلم من الكبار، وهذا ما تربينا عليه في المكان، دائما نتعلم من كبارنا حتى نرسل للشباب متى اللي علمناهم من الكبار. فدائما نطلب المشوره والنصوحه من الكبار، ماشي، ودائما نطلب منهم ان يقودون متواجدين دائما بيننا، وخاصة الزعيم. مرحب مع النقيب، مرحب بكل محامين شمال الأيوبية والسادة الضيوف. فباسمكم كلكم نرحب بالسادة الضيوف اللي شرفونا النهارده بأنها، ونتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.